ليش الحقد صوته قوي والحب مش مسموع؟ صفحات العمر بتنطوي عحروف مليان دموع. ليش الحقد صوته قوي والحب مش مسموع؟ صفحات العمر بتنطوي عحروف مليان دموع. لما تصير الدنيا صور أبطال قلوب من حجر، لما تصير الدنيا صور أبطال قلوب من حجر. ما بيبقى للوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حب ما بتجرح، ما بيكفي القلب موجوع. ما بيبقى للوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حب ما بقى تجرح، ما بيكفي القلب موجوع. الحب مثل الحر بتقاوم تتلاقي قلب، هيك الحب مثل الحر بتقاوم تتلاقي قلب. في قلوب عميها الطمع، في قلوب تتحمل وجع، في قلب عقد ما ركع. صفى العشق ممنوع، ما في بالي الوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حب ما بيكفي القلب موجوع، ما بيبال الوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حقد ما بقى تجرح، ما بيكفي القلب موجوع. ما بيبقى للوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حقد ما بقى تجرح، ما بيكفي القلب موجوع. ما بيبال الوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حقد ما بقى تجرح، ما بيكفي القلب موجوع. والبابا عم بيبرم معك الأراضي؟ قليل كتير، بس إنه عم بخلصنا الشغل، هو قاعد بالمكتب أغلب الأوقات. يعني ما عم تشوفه؟ بلا، كيف ما عم بشوفه؟ دايما بشوفه أو بيجي عنده على المكتب أو بيجي بيسهر عندي إذا كان فاضي. من ليلتين سهران عندي وشربته متى. منيح؟ إيه، كان دابب فيه الحنين هديك الليلة. حنين؟ حنين عشو؟ حنين الماضي. صرنا نحكي وصار يسألني عن الماضي، وإذا بتذكر أول ما جيت أنا لهون ومع مين جيت وهالقصص هيدي. يعني أنا وقت جيت لهون كنت ولد، يعني بتعرف. وشو جاب هذا الموضوع؟ ما فهمت. ما بعرف، بقول لك بيك كان هيك حابب يتذكر هالأمور هيدي، وسألني إنه إذا بتذكر لما جيت لهون مع مين جيت ومع مين قعدت وهالأمور هيدي. أنت بتتذكر شيء؟ شوي. أنا اللي بتذكر إنه أنت ما كنت تطيقني. حاسس حالي بأني هلا ما بطيقك. أنت ما في أهضم منك، بس عن جد أنا بحبك كثير. بدك نروح نسبع على الخيل؟ لا، خلينا غير مرة، تأخرت كثير وبتروح على الشركة. طيب، مع السلامة. روبي حبيبتي ما بقى تبكي، اللي عم بيصير معك شي كثير عادي. أنا بعرف كثير أمي تحب لو صار عندهم ولاد وهن عم بيض واحد. عن جد تمارا؟ إيه عن جد. أصلاً مش الحكيم هيك قال لك؟ بلا، هيك قال لي، بس ما بعرف ليه عندي احساس انه انا ما بحياتي رح اصير ام. انا عندي احساس غير هيك، وبكره بتشوفي ان شاء الله. يا تمارا ان شاء الله تمك لباب السما. بس انت ما بقى تعصبي، ما بقى تعملي ستريس، بكره شوفي كيف بيمشي الحال. قلك جلادي، تسمعي شو عم بيصير معي؟ انت منمر؟ لا، معي أنا وياسمينة.
ياسمينة طلبت مني اقول لعاصي انه هي عم تهتم بجواده، واذا قلت غير هيك رح تشحطني من شغله. ولا لهون وصلت معها؟ واذا انا قلت له لعاصي انه هي عم تهتم بجواده رح يفكر انها صارت منيحه وما رح يخدل عند الحكيم. بتعرفي شو تمارا؟ انت ما تقولي شيء، بكره عاصي منه لحاله بيعرف بلا ما تخسري شغلك. قولك هيك؟ اكيد. يلا تمارا، صار ترمي الاكل لجواده. شفتي؟ بكره رح تكوني احلى ام. تعقدي. الو، كيفك مسيو عاصي؟ انا منيح بس ما عرفت مين معي بعد. لورا. عرفت مين لورا؟ اكيد عرفت. كيفك لورا؟ منيحة. مرقت لعندك على المكتب بس قالت لي السكرتير انك ما جيت اليوم. والله على الطريق جاي. اوكي. قلت بتلفي مطمن عنك لانه اخر مرة شفتك امبارح هيك ما حسيتك مرتاح. وتشغل بالك علي يعني؟ لا مش هيك، بس انه انا مزوقة. انت مزوقة وحلوة ومهضومة كمان. مرسي مسيو عاصي. لا لا لا، هيك دخلتيها. بدي اقيل على السلولير الخاص لتطمن عني وبعدك بعتي لي مسيو. طيب خلص عاصي. هيك منيح. شربتي دخلك القهوه اللي ما بتحبيها ولا بعد؟ انت قلتها ما بحبها، بشربها بس هيك تساير. كثير منيح. لكن انطريني لشربك القهوه اللي ما بتحبيها كرمال تسيرين. انا ما بحب اشرب قهوتي لحالي. اوكي. انت ما رح تعرفي تحلي عن جودي بقى. وبقى تحكي عنها كأنها بنتك، هيدي بنتي وانا ما رح اتركها عاصي. بس فلي هالمرة بس بلا رجعة. بتغيري رقمك وبتنسي انه عندك بنت اسمها جودي. رح انسى بنت انا خلفتها، وتأكد انه هي كمان ما رح تنسيني. بركي بس خبرها بيا من وين لمي بتنسيكي. شو مفكرتيني مش عارف؟ كان شو عم تحكي عاصي؟ بلعت لساني وفهماني كثير منيح عن شو عم بحكي. انت بدك تحكي اي شيء بس تبعدني عن جودي. مش عم بقول شو ما كان ابدا. انا وياك بنعرف كثير منيح وين وشو كنت تشتغلي. اذا عن جد بتحبي بنتك فلي عنا بقى، ما تخليها تشوف صوت وجهك. لانه ما تجبريني اما شو كنت تشتغل. مش حابب خبرها انه امها كانت تشتغل بالدعاره. ما تجبريني اعمل لك فضيحه كيما، لانه جودي اكثر وحده رح تنضر. عاصي، هيدي قصه من الماضي، ما حدا بيعرف شيء. انا وعامر نسينا كل شيء، نسينا كل شيء. بس انا ما نسيت. انا بعرفك كثير منيح، بعرف وسخك مزبوط. هلا عنا لجودي، بعدها عنا مثل ما عم بقلي بكون احسن منك. كل هالسنين كنت عارف. عارف وساكت. البركة بيجي يوم بتحسي على دمك وبتزوقي بتحلي عنا بقى. بس ياري اللي ما عنده كرامة بضلوا بلا كرامة. بترجيك عاصي، بترجيك ما تبقى عن جودي. بوس ايدك، بوس اجريك، بوس اجريك، بوس اجريك، ما تبقى عن جودي. لأن بلا دموعك مسيح حلي عني وخلصيني من قرفك بقى. مش ضروري كل ما اشوفك اتذكر مني اما لجودي. اعطيني فرصة عاصي، اعطيني فرصة اثبت لك اني تغيرت. كن من قبل اعطيني فرصة. انا ما بعطي فرص. اذا حابة ما خبرها لجودي بتعمل اللي عم بقول لك اياه وبتختفي من حياتنا كليا وبتنسي انه عندك بنت اسمها جودي. بوعدك، بوعدك ما الا تعيش معي، بس بليز ما تخبرها شيء. بوعدك بس خليني اشوفها من وقت للتاني، بس اشوفها من وقت للتاني.
منك بموعد فوضى وتفرض شروطك. بتعملي اللي عملك اياه حرفيا. لا لا وبتختفي. ولا رح تجبريني اخبر جودي بكل شيء. شو يا منير؟ كيف كان اجتماعك امبارح؟ مش عاطل. يعني رجعوا عطوك مصاري؟ ابدا ولا ليره. وكيف ما بيكون عاطل اذا طلعت سالتك فاضي؟ شو عم تكذب علي؟ ما عم كذب عليك، بس هيدا الزلمه اللي بعت وراي الهيئه راعبه حديثي، بقى ما خلصت قصتي معه هون. بدك ترجع تروح لعنده؟ اكيد بدي ارجع لعنده، عندي خبريه بتسوى كنز، بدك ارضى هيك بكم الف دولار. هول 100,000 دولار. قول كتر خير الله يا خيي، ما بقى تلعب بالنار. فيني جيب قدهم على 10 مرات وبتحرز العب بالنار. عاصي رحت احكي معك ما لقيتك، ليه مأخر اليوم؟ شو رايك تخصم لي كمان؟ شو بك عاصي؟ ليه معصب؟ ما بني شي خيي، شو بدك؟ في مناقصة جديدة لازم نفوت فيها. انت هذا شو وصله لعندك؟ انت ما كنت هون، حولوه لعندي. بس لازم نعطي جواب سريع، الجماعة مستعجلين. وانت شو رأيك؟ بناخده ولا ما بنشتغل عليه؟ أنا برأيي إيه، بس إنه أنت أخبر. وأنا من رأيك عفاي خيي، بلشت تفهم اللعبة. خي؟ وأخيراً سمعت منك كلمة حلوة؟ إيه، قبل كنت تزعل مني، بس لو ما قسيت عليك أنا إيوان كنت بعدك هلا عم تلعب وتطحنك. طيب، أوكي، بلش شغل؟ أنت بلش، أنا عندي موعد هلا مش فاضي. موعد شو؟ هلا مش سألنا لك عفاك تبلش تكتر اسئله. خلص. لا عن جد ما ادري شو صاير معك. خلص بكل الاحوال انا رح اشتغل لوحدي. يعني هيك باخذ كريدي جديد منك. ايوان اذا صار شيء جديد مع جودي وديما دغري بتبلغني. يعني بس لو بعرف ليه حاطط هالمخلوقه براسك خيي. والله حرام عليك. المرأة تعذبت كثير، بحق لها انه بنتها تكبر حدها. ايوان ما قلت لي الجماعه مستعجلين. اوكي. خلص وفرجيك. لا لا ما تفرجيني شيء. بنت انت وخلصها لحالك، بس بلا ما تخبص هالمرة. طيب. انا بعدني بلا قهوة. يلا جاية. يلا ناطري. دخل كلوبنا؟ هيدا القصر باسم مين؟ باسم جواد. لا أنا فكرته باسمك. كان الرجال أيام زمان يكتب البيت باسم مرته. آه وين كانت تصير هي؟ أنا مش سامعة فيها. أنا كانت تصير، ما بعرف هيك كان يقولوا. أصلاً مش مهم باسم مين، المهم نضلنا عايشين مبسوطين ومرتاحين. قولي هيك حق معك. ومين قال غير هيك؟ هلا تغفى جواد ويقبرني، بس كثير عذبني اليوم. حبيبتي انت ليه بتعذبي حالك فيه؟ ما انت مره هون تنتبه له وبتهتم فيه.
بس قام وصرت تهتم فيه قلعت. بس مطلوبنا انا ماني مزعوجه ابدا بالعكس. الو ايه اميليو كيفك؟ اختي لو عارفك عم تشتغلي من تحت الطاوله كنت حطيت ايدي بايدك. ما فهمت انت عن شو عم تحكي؟ ايوه اعملي حالك هلا مش فهمانه. صايرة عم تمولي المهندسين يا محتالة؟ والله مين قدك؟ اميليو انت وينك هلا؟ بالمكتب، ما تخافي ما في حدا حدي. ليك اختي مع انه مش عارف شو في براسك على المزبوط بس كبرت بعيني كثير. ضلك مطرح ما انت، جاي لعندك هلا. باي. اوكي. طلبنا انا بدي اظهر شوي. شو في حبيبتي؟ بس ورد وجهك بعد هالتليفون، حدا بو شي؟ لا لا ماشي خطر بس البابا تعبان شوي. سلامتك. روحي الله معك. ميرسي طلبنا. رح اجيب اغراضي وامشي دغري بالاذن. الله معك. اكيد روبي بتساعد بيا مش هيك؟ انا رح اطلع على اوضتي. انت باقيه هون؟ ايه اكيد باقيه هون. ليك الجو بجنن. ياي حبيت الفكره انه نشغل بالك علي. لو حيلا حدا غيري شافك كيف كنت امبارح كان انشغل باله كمان. اكيد مش حيلا حدا. بده يكون حدا كثير ذكي ليعرف يقريني صح. مش بسهوله انا بفتح ورائي. وهيدي بتتمرن عليها ولا بتجي خلقه؟ الاثنين سوا. طيب ما بدك تسالني وين صرت بالدراسه؟ ان شاء الله ما تكوني شهلتي فيها. ليه؟ ليتأخر تربي الدفع يعني؟ لا اكيد. تطول القعدة عنا. يعني يمكن ما طول هالقد القعدة هون. بتعرف الفواتير اللي اعطيتني اياه هون بيختصروا لي كثير. انا بعرف اهميتهم. وهلا صاروا اهم عندي. إذا خلوكي تبقي بعد. ما فهمت. يعني إذا مع الفوتير اللي معك اياهم ضليتك عنا هون. بتكون عم تفكري مش ما أنا عم فكر. ليش أنت بشو عم تفكر؟ أنا عم فكر أتعرف عليك أكثر. حابب شوف ورا الشخصية القوية شو مخبية. أكيد رح لاقي أشياء كثير بتعجبني. أنا صار لازم أطلع على مكتب، تأخرت على شغلي. شو رأيك اثنيناتنا ما نشتغل اليوم؟ صعب شوي. ما في شي صعب. بقد إنك تنسي شوي الفوتير والحسابات وتعملي اللي حاسة فيه هلا. كنت عارف إنه ورا هالقوة كلها في بنت رقيقة وحساسة. أنا رح روح على مكتبي. طيب إذا هالقد مصرة على الشغل، على كل حال عزيمتي بتضلها مفتوحة لحال غيرت رأيك. بالإذن. إذنك معك. طيب جودي شو رح تعملي هلا؟ رح اعمل مثل ما قالت لامي، رح انطر. واذا طلعت المفاجاه انه تروحي تعيشي عندها رح تقبلي؟ ايه اكيد رح اقبل. عن جد؟ ورح تتركي كل شيء عن بيت جدك؟ ايه انا مهم كون مع امي، اذا رح اعيش معها رح كون كثير مبسوطه.
بس ساعتها يمكن يطلع معه حق عمك عاصم. رح تنجبري تتركي المنطقة والجامعة، يعني رح تنقلب حياتك فوقاني تحتاني. معلش أنا أصلاً مش مبسوطة بحياتي وما عندي شيء أزعل عليه. حتى أنا مش رح تزعل علي؟ مش رح تشتقي لي ولي؟ بلا أكيد باسكال، بس أنا وياكي حنبقى رفقة حتى لو بعدت. يا الله منك يا جودي، كثير رح أشتاق لك وأزعل بس تفلي. أنت لازم تنبسطي لي، أنا رح صير عايشة مع أمي. إن شاء الله ما تطول علي هالمرة. قولك رح تخبرني شو هي المفاجأة؟ طيب طيب حطني بالجو شو ما بيصير معك. يا اهلا يا اهلا يا اهلا باختي حبيبه قلبي. كيف عرفت اميليو؟ شو بكي هيك؟ ليش فرت شقفه؟ عم بسالك سؤال وناطره تجاوبني. طيب تفضلي قاعده بالاول. يعني القصه مزبوطه؟ ما تجاوبني بسؤال اميليو. اصلا انا اكيد من معلوماتي، لانه لو كانوا غلط ما كنت جيتي طيران لعندي. طيب ما رح تقلي كيف عرفت يعني؟ مش قبل ما توعديني انه رح نشتغل سوا، لانه سوا بنكون اقوى. شو يا حوجة جواد؟ بتضلك معجوق هيك بالشغل؟ بيقولوا يا ست نوال العمر بيخلص والشغل ما بيخلص. بس مش ضروري تتعب حالك لحد، لازم اولادك يشيلوا الشغل عنك. اولادي بالشركه وانا نسقينا بيننا حتى نلحق على كل شيء. والله انا مطرحك بستفيد من الكناين، بشغلهم عنك ما بيصير لهم شيء. سيدات بيت الابيض بحبهم يعيشوا معززين مكرمين. انا هيك عارف. عندك قهوه؟ طبعا. لا لا خليك خليك، انت قلي وين وانا بعملها. طيب بشرفك، مش كان احلى لو عرفت منك؟ القصة مش مثل ما انت مفكر اميليو. دفعتي لواحد ليفوت على شغل جوزك، وانت عرفتي انه مفلس وعنده مشاكل، وبتقلي لي القصة مش مثل ما انا مفكر؟ انا عملت هيك لانه ما كان بدي ايوان يستسلم، كان بده ينسحب من الشركة ويفوت بشغل هو ما بيفهم فيه. انت شو فرقانة معك؟ اميليو كيف شو فرقانة معي؟ فكرك انا بقبل جوزي يكون ضعيف ويستسلم لخيه؟ ايه عال، يعني انت مثلي، هدفنا واحد، عاصي الابيض. لا اميليو، انا هدفي منه عاصي، انا هدفي ايوان يكون قوي وصاحب كلمة بالشركة يلي هي من حقه. فيك توصفيها مثل ما بدك، بس خلينا متفقين على شغلة، انه انا وياكي فينا نوصل لاهدافنا اسرع اذا كنا فريق واحد. بس نحن اهدافنا منا مشتركة خيي. بلا، كثير مشتركة. أنت بدك يقوى إيوان بالشركة ويصير له كلمته. وأنا هدفي عاصي الأبيض فرجيه على حقيقته وأكسر له نفوذه. يعني إذا أنا وصلت للي بدي إياه، تلقائياً كلمة جوزك بتقوى. وبتصير عائلته عندها ثقة فيه أكثر. إيميليو أنا ماني مستعدة فوت بقلاعيبك، لأنه بعرف إنه ما رح فيك تسيطر على حالك. وبصراحة أنا ماني ناوية أخرب بيتي من وراء انفعالاتك. أنا ما بدي إياك تخربي بيتك ربي، بالعكس أنا بدي إياك توصلي للي بدك إياه. مع إنه صراحة مش عارف شو في براسك على المظبوط لهلا. ما في شيء براسي إيميليو، ما تروح بأفكارك لبعيد. اللي خبرتك إياه وبس. أنا بعرفك روبي، بعرفك قديش معلقة بالبابا.
كرمال هيك اخذت معي كثير وقت لاستوعب كيف تجوزتي ايوان، مع انه ما كنت مصدق انك هالقد بتحبيه. غلطان كثير خيي، انا عن جد بحبه لايوان وتجوزته تكفي حياتي معه مش حتى انتقم. بس ما تنكر اذا صح لك تاخذي حق بيك وتردي له اعتباره، ما رح تقولي لا. عشو ناوية يا اختي؟ قولي لي شو في براسك وانا بقدر ساعدك. البابا خسر حقه من زمان اميليو، لا انا ولا انت فينا نرجع له اياه. انا ناوية اوصل على الشركة، ناوية اعمل بالشركة يلي ما قدر عمله بيك. والله 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 منك هينة يا اختي، طلع طموحك اكبر بكتير من ما كنت بفكر. انت قلتها، طموح مش انتقام. بهالحالة هي ذاتها. حلوة القعدة عندك، تحلى بوجودك ست نوار. يا الله يا الله شو حلو هالحكي، إلي زمان ما سمعت كلمة حلوة هيك. غريب، ست جميلة مثلك أنا أناقتك ما بتسمع كلام حلو؟ بلا، بس ما بهمني اسمعه من مين ما كان، أنا بهمني اسمعه من أشخاص ذوقهم رفيع مثل حضرتك. تسلمي يا ست نوار، تسلمي تسلمي. بتعرف يا جواد، من وقت ما جيت على المزرعة ونفسي ابرمها وشوف شو صار فيها كيف صارت. صحيح. إذا بتريدي هلا بطلب من نمر يرافق بجولة بالمزرعة. لا للصراحة أنا بحب أنت تعمل لي هالجولة، لأنه من دردش منحكي أنا ونمر شو بدي أحكي. تكرم عينك. طب يلا بمشي لك. ولا نكفي القهوة؟ إيه سينا سينا القهوة، إيه مزبوط. يلا باي اميليو. ليك يا روبي، جاي فكري على رواق، يمكن انا فيي ساعدك وانت فيك تساعديني. قلت لك لا اميليو، انا بالوقت الحالي بعدني كثير بعيده عن هدفي. ما هذا اللي عم بقوله، معي فيكي توصلي اسرع. بس معك في مخاطره كبيره. طيب بلا ما انا ساعدك، انت ساعديني. انا؟ ليه انا شو فيي اعمل لك يعني؟ في مناقصه مهمه وصلت عند عاصي، جربي تعرفي لي الارقام اللي ناويين يقدموها. بس انا ما راح اشتغل جاسوسه عندك اميليو. يا عمي ليش اخذتيها هيك؟ إذا عاصي الأبيض خسر المناقصة بتكون أول دعسة ناقصة بيعملها بحياته، فتخيلي بهالحالة قديش بيقوى موقف إيوان. طيب رح شوف شو فيها أعمل لك. أنا مأكد إذا حطيتي براسك تعملي. باي خيي. وعلى فكرة قول للمحامي تبع شادي خليه يقصر لسانه أحسن له. قلت له جودي جودي شو؟ قل لي مش لحقنا هلا. بلا ما وعيت لك. منيح ما نكرت مثل هيديك المرة. هيديك النهار قررنا نسهر سوا، بس رجعت لغيتينا المشروع. شو رأيكم اليوم نروح بالليل؟ باسكال بتروحي؟ بعده جاير شي أكل حلو؟ إذا قررنا نسهر أكيد بيجي. لكن أنا إن. طيب وين نتلاقى؟ أنا بقطع بيختك من البيت، بعرف العنوان. إيه وأنا كيف بدي أروح؟ أكيد مش رح روح مع رفيقك وأنا بعدني ما بعرفه. بنقطع أنا وجودي بناخدك. أوكي ديل، أي ساعة؟ على 9 بكون عند جودي، وعلى 10 بنكون عندك. أوف، بدك ساعة من عند جودي لعندي؟ شو جاي ماشي؟ في كلمتين بدي أحكيهم أنا وجودي على رواق قبل ما أجي لعندي. شو هن؟ بس قال شو قصتك؟ طيب نطرتكم على 9. أوكي. يلا باي. باي. قال قبلك شو بدي اقول له؟ جيت عم اساله ما خليتيني انه شو حزوره هي؟ ولا يا جواد حق معك تنغرم بالعيشه هون، شو في هالمناظر الحلوه شي بجنن. تغيرت عليك المزرعه كثير؟ ايه تغيرت بس صارت على احسن. هديني اعمل معروف. اذا كان صعب عليك نكفي المشوار نروح على البيت اليوم نرجع بوقت ثاني. لا 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 شو نرجع ونروح على البيت؟ لا انا ما عرفت انت عم ضهرت تشم الهوا. على كل حال انت معي وبتهديني اذا صار شيء. بتعرف يا جواد، يا ريت عندي جنانه صغيره قدام البيت تحت، شو كان عبالي يا ست نوال؟
جنينة وببيروت صعب كتير. صدقني طاق قلبي من تحت، طاق قلبي وجهي وجه الحيط على طول، وأنا لوحدي. رزق الله عايام المرحوم كان بغير شكل. صحيح، لوحدي صعب كتير، وما بحس بصعوبتها إلا يلي عايش فيها. شو رأيك تجي وتسكني معنا؟ ولا يا ريت، بس مش حلوة. ليه مش حلوة؟ انت اما لك انت والكل بيرحب فيك. خاف انه ياسمين او عاصي يفكروني اني عم بتطفل على حياتهم. لا ابدا يا ستنا، ولا البيت كبير وكلنا عايشين فيه وما حدا زعج حدا. بس قد ما كان انا بضلني غريب. لا لا، فكري بالموضوع. شوفي هلا جواد صغير هيك يربى بعيلة كبيرة ويتغنش على الكل. ايه طيب، بوعدك اني رح فكر فيها. فكري، واهلا وسهلا فيك. مرسي، شكرا. تفضل. انا شعيب بردلك زياره. هلا خطرت على راسي. بس هلا؟ كان عندي سؤال صغير. شو هو؟ لحظة بس لشوف وين حطيته. وين كتبته؟ ما عم لاقي الورقة. هلا برجع بتذكر. أنا أكيد إنه خطرت على راسك بشي ما له علاقة بالشغل ولا بالورقة. مش مزبوط. كان بدي أسألك شيء. مثل ما بدي. بس مش حلو هيك دايما تحسبيها. كيف يعني احسبها؟ يعني تحسبي كل كلمه بدك تقوليها وكل حركه بدك تعمليها. حلو ايام بتطلع عفويه منك، بتطلع احلى. صراحه ما بعرف كيف عم يصير الحديث بيناتنا شخصي. انا بلقط الاشارات وبحللها. اشارات شو؟ إشارات من العيون. أنا ما تحكي ولا كلمة، خليني أنا أطلع وأفهم. ما بفتكر في شي تفهمه، أنت عم تحلل الأشياء على ذوقك. طيب مثل ما بدي، مع إنه إجبارا أنا ما بغلط. ميرسي يا جواد على المشوار الحلو. من هلا ورايح بس كون زهقانه بدي اقول لك تاخذني تعمل لي مشوار. وقت اللي بيطلع على بالك تمشي بالمزرعه انا بنافيك. ما في احلى منها تقضي بعض الوقت بالطبيعه. مزبوط. شو وين كنتوا؟ نوال طلبت مني رفاقه بجوله صغيره بالمزرعه. صايره كثير كثير حلوه بالمزرعه. لو قلت لي كنت رحت معك. ما انا مش عارفه وين انت، مشان هيك ما قلت لك. انا كنت بقوتي. ايه مزبوط مزبوط، قلت لي انك طالعه ترتاحي، بس ما حبيت ازعجك. بعتذر. طيب طيب، ليه واقفين هون؟ يلا يلا نغسل وناخذ شيء مسقع. تفضل. يلا. بعدك هون مبين. والله عم كسر راسي بأول مشروع إلي. شو عبالي شوف وجهها بس لما تعرف. لا عاصي، اوعى تخبرها هلا، ما بدي اياها تعرف. نربح المناقصة وأنا بخبرها. بتعرف عم فكر أعمل لها مفاجأة. بأمرك روميو، يلا روح على البيت هلا بشوفك ومين. يلا، بدك شيء؟ الله معك روميو. يلا معك. Thank you.
شو هالنشاط هيدا اليوم؟ هالقد مستعجلة تدفعيني؟ بالعكس، عم جرب خفف عندك الدفع. عم تجرب تزابري يعني؟ أكيد لا، عم جرب لاقي طريقة إنه ما خليك تدفع، بس أكيد مش زابرة. رايح على البيت؟ ايه؟ في حدا ناطرك يعني؟ لا، ما في حدا ناطرني. شو رايك نروح نتعشى انا وياك؟ ما بعرف اذا حلو نروح نتعشى سوا، انه بركي حدا شايفنا وفكر شيء. طيب، انا قلبي تكوني جعانه كل نهار بلا اكل. بشوفك بالشركه بكره لكين. هون أأمن ما حدا بيحكي شيء. هلا عن جد عم تحكي؟ ليه؟ ناسي شو قصدك من الحركة؟ أي حركة؟ بتقرب مني، ترجع بتبعد عني. عم تضايق يعني؟ أكيد. عم تتضايق ايه؟ لأني عم بعرف؟ أنا ما بقر. لأنك عم ترجع تبعد. سامعة ياسمينة؟ بتعملي مثل ما عم قلك حرفياً. فهمت ماما، فهمت. رح اقعد حده واهتم فيه، بس دخيلك ما بقى تعيد الحديث. ما رح اعيده إذا فات براسك مزبوط. ماما هلا من كل عقلك رح تقولي شيء باسمي؟ أنت مقتنعة إنه معقول يعملوها؟ إذا عاصي ما عملها، بيجو رح يعملها، وبكره بتقولي أمي قالت. وأنت شو اللي مخليكي متأكدة هالقد؟ ما خصك. انت اعملي يلي عليك واتركيني اعمل يلي عليك. مش شرفك، اهم شيء ما تعملي شيء يجرسنا، مش ناقصني اعلق بلساناتهم. يا ريت بتركزي على الاهم يا ياسمينة. عم اقول لك من هلا، طلع من هالقصر بلا شيء مش رح اقبل. ماما عاصم ما رح يطلقني. والله شو عرفك انت؟ مشان هيك عم قلك لازم تكوني مأمنه على حالك ومحصله حقوقك. ليكي إذا لحق وعملها قرش ما رح يطلع لك. طب يلا خلينا ننزل على العشاء، بيكونوا ناطريننا. يلا ماسي، أنا صار لازم فوق. ومين بيكون عم ببعد عن تاني هالمرة؟ أنا. بس عاصي عن جد صار لازم فوق، لأنه ما كان لازم يصير هيك. ليش الحقد صوته قوي والحب مش مسموع؟ صفحات العمر بتنطوي عحروف مليان دموع. ليش الحقد صوته قوي والحب مش مسموع؟ صفحات العمر بتنطوي عحروف مليان دموع. لما تصير الدنيا صور أبطال قلوب من حجر، لما تصير الدنيا صور أبطال قلوب من حجر. ما بيبقى للوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حب ما بتجرح، ما بيكفي القلب موجوع. ما بيبقى للوفا مطرح، كل ما نداوي الجرح بيفتح. يا حب ما بقى تجرح، ما بيكفي القلب موجوع.